قبل بيتر كراوتش اللاعب الانجليزي العملاق ولاعب ليفربول سابقا، كان في لاعب عملاق تاني وصنف ضمن احد اطول مهاجمي كره القدم عبر التاريخ بطول يبلغ 2 متر و2 سنتي. اللاعب ده هو التشيكي يان كولر اللي اتولد في 30 مارس 1973، وهو يعتبر المعنى الحرفي للعملاق البشري. مع سرعته وقوته البدنيه الجباره وضربات راس قويه جدا ومتقنه، بدا مسيرته في سنه 94 وشكل علامه فارقه مع المنتخب التشيكي. وافضل مواسم مع الأندية هو موسم 2001-2002 بعد حصوله على البوندس ليجا لما كان بيلعب لبروسيا دورتموند، ووصل معاهم لنهائي الدوري الأوروبي وسجل هدف، لكن فاينورد بيتغلب على بروسيا دورتموند ودورتموند بيحتل مركز الوصافة. في بداية مشواره كان مترشح انه يلعب كحارس مرمى بسبب طوله الفارع، لكن قدرته الهجومية جعلته أحد أشهر المهاجمين لمنتخب التشيك، وكمان هو الهداف التاريخي للمنتخب ب 55 هدف في 91 مباراة. وبس كده، كان معاكم كانوا، سلام. We'll be right back.